شاور بإيده على الدور اللي فوق، فبصيت حواليا علشان أدور على السلم، وأول ما لقيته طلعت جري على فوق. شفت صالة كبيرة ما فيهاش حاجة غير دايرة مرسومة على الأرض، وكام شمع مطفيين وديك أسود مدبوح في نفس الدايرة. اتخضيت، وساعتها رجعت خطوة لورا، بس فجأة خبطت في حاجة. لفيت وشي علشان أشوف فيه إيه، اتصدمت، ما كنتش قادر أتحرك من مكاني، وده لما لقيتها واقفة ورايا. شكلها كان غريب، وشها كله مليان دم، بلعت ريقي بخوف، الكلام كان بيطلع مني بالعافية، بس اتشجعت وقلت لها مساء الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، ويارب تكونوا بخير. انا محمد رفعت، ودي قصة لعنة نهال، وهي قصة مستوحاة من احداث حقيقية حدثت بالفعل. ويلا بينا نكمل الحكاية. الخوف احيانا بيبقى سلاح ذو حدين، ممكن خوفك ينقذك وممكن يوديك في داهيه. ده نفس اللي حصل معايا بالظبط. من ساعه ما صحيت من النوم وانا حابسه نفسي في الاوضه، مش عايزه اقعد في البلد ولا يوم زياده، مش قادره اتحمل الاصوات اللي كل ما اجي البلد تطاردني من العدم وما بتختفيش. طول الليل ببقى سامعاها، مش بعرف انام. بس بعد الليله دي وتاني يوم الصبح اتحيلت على ابويا علشان نرجع القاهرة، لكن هو كان مصمم نقضي الأجازة مع جدي، ما كانش عاوزه يحس بالوحدة بعد موت جدتي وأمي. لما حكيت له اللي بيحصل معايا لما بنيجي البلد ما صدقنيش، وضربني علقة جامدة كسر لي فيها دراعي. مش دراعي بس اللي كسر، لا ده كسر قلبي وثقتي فيه كمان، لأنه أول مرة يمد إيده عليا. يمكن ناس كتيرة هتقول إني بهول الموضوع، وإن عادي الأب يضرب بنته لو غلطت، بس أنا ما غلطتش، وهو معودناش إن الضرب عقاب لينا كبني أدمين. المهم كملنا الأجازة فعلا في البلد، ما كنتش بشوف حد ولا بخرج من الأوضة، ده حتى الأكل كان بيجي لحد عندي. بس دي كانت آخر أجازة ليا هناك، من يومها ما نزلتش معاهم، كنت بتحجج في كل مرة علشان ما نزلش. أبويا كان عارف وبيعديها بمزاجه عشان يتفادى لو يتبوزي، لأن ده سلاح سري لأي أنثى. بس للأسف المرة دي كان لازم أنزل البلد مع أخويا، عشان النزلة دي إحنا كنا هندفن أبويا، أبويا اللي اتخطف مننا من غير أي مقدمات. ودلوقتي خليني أحكي لك كل حاجة من البداية. أنا نهال الشرقاوي، بنت المحامي المعروف كمال الشرقاوي. من بعد موت أمي وجدتي في حادثة غريبة، أبويا بقى بيهتم بجدي اللي هو حماه بالمناسبة، كان بيعامله زي والده الله يرحمه، عشان أولا هو ملوش حد، وثانيا هو صاحب والده من زمان، من قبل حتى ما يتقدم لماما ويخطبها. إحنا عايشين في القاهرة علشان شغل أبويا، وعشان كمان دراستنا أنا وأخويا كريم. وكريم ده بقى أكبر مني بسنتين، هو في أولى جامعة وأنا في تانية ثانوي. كنت عكس الناس كلها، كنت بكره الأجازات، عشان من بعد موت والدتي بقينا بنقضيها كلها في البلد جنب جدي اللي كان صحيا أحسن مني ومنك، بس حكم القوي بقى هنعمل إيه؟ ما بعرفش أرتاح في البلد، بسمع أصوات بتكلمني
بخاف وما بعرفش انام. في اخر مره كان في اصوات داخله في بعضها بتهمس باسمي. قضيت الليله كلها قاعده على السرير ومشغله النور، عيني من كتر الخوف كانت رايحه جايه في الاوضه، وما صدقت النهار طلع. جريت على ابويا لما سمعت صوته معدي من قدام اوضتي وبينادي على جدي. قربت منه وقلت له: بابا لو سمحت انا عايزاك دقيقه على انفراد. ماشي يا نهال، هدي لجدك الادويه بتاعته اللي بياخدها قبل الفطار وبعدها اجيلك اشوف انت عاوزه ايه. تمام، انا هستنى حضرتك. فضلت واقفه جنب باب الاوضه. اول ما خلص طلع وقف قدامي وقال لي: مالك فيه؟ ايه اللي عاوزاك على انفراد دي؟ جدك يقول ايه دلوقتي؟ اكيد هيفكر اننا مخبيين عليه حاجه. بابا ارجوك اسمعني، مش وقت مين يفكر في ايه. انت مالك واقفه بتترعشي كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه، بس انا عايز ارجع القاهره. ارجوك مش عاوز اقعد هنا يوم كمان، مش هقدر استحمل. طب اهدي بس كده وفهميني ايه اللي حصل. احنا لسه تالت يوم في الاجازه، اكيد مش هينفع نمشي ونسيب جدك. ارجوك يا بابا انا مش بعرف انام هنا، وحياتي عندك نمشي. فهميني بس بالراحه كده، مش بتعرفي تنامي ليه؟ بسمع اصوات ناس مش موجوده بيهمسوا باسمي، حاسه اني هتجنن لو فضلت في المكان ده. نهال يا حبيبتي بلاش فضايح يا بنتي، اصوات اللي بتسمعيها ده البيت هنا في حته مقطوعه. خلاص براحتك بقى، لو مش هتمشي انا همشي، وخليكوا انتوا هنا في البلد اشبعوا بيها. في اللحظه دي اتعصب عليا، رفع ايده وضربني. مش عارفه ليه كنت حاسه انه مش شايفني قدامه، او مش هو اللي بيضربني. الغل والغيظ اللي كان في الضربات اللي كانت بتنزل عليا كان مدخلني في حاله صدمه، ما كنتش حتى عارفه اقاومه، كنت بعيط في صمت. وقف بعد ما فرغ فيا شحنه غضبه اللي ما كان لهاش اي مبرر، وصرخ في وشي وقال لي: مش عاوز اشوف وشك بره اوضتك، والكلام الاهبل ده ما اسمعوش تاني مهما حصل، كفايه بقى. هزيت راسي وجريت من قدامه على اوضتي، دخلت وقفلت الباب عليا. اترميت على السرير وفضلت اعيط لحد ما رحت في النوم. كنت حاسة ان امي قريبة مني يومها، بتطبطب عليا وبتواسيني. لما فتحت عيني ما لقيتش حد جنبي غير كريم، كان قاعد على طرف السرير وبيبصلي باستغراب. اول ما لمحني بتحرك ساعدني اقعد. ساعتها صرخت من كتر الوجع لانه شدني من ايدي اللي بابا ضربني عليها، ما كنتش عارف احركها. بصلي بخوف وسابني ومشي. بعد شويه رجع لي وقال لي: البسي دلوقتي هننزل المستشفى عشان شكل ايدك مكسوره. مش مستاهله يا كريم، انا بس ايدي وجعاني من كتر الضرب. قومي بس الله يبارك لك علشان نطمن. بس بابا. كلمته هو مع جدي في الارض وقال لي اخدك اوديك، يلا علشان ما نتاخرش. حاضر، بس ساعدني اقوم ولبسني الجاكيت. بالراحه طيب علشان لو في كسر في العظمه ما يتحركش. حاضر يا كريم. خدني وخرجنا من البيت، مشينا شويه لحد ما وصلنا للمستشفى. قطع تذكره ودخلت للدكتور وطلب مني اطلع الدور اللي فوق واعمل اشعه. وبعد لفه طويله اكتشفت ان كريم كان معاه حق، وده لان الدكتور بص في الاشعه وقال: للاسف في كسر ومحتاجين نجبس حالا. تمام يا دكتور، ممكن بس ابلغ والدي علشان يجي؟ اكيد طبعا، اتفضل. خرجنا استنينا ابويا قدام عياده العظام. اول ما جه دخل للدكتور وطمنه وقال له انه مجرد كسر والعظم هيلحم ويرجع طبيعي من غير ما احتاج لعمليات او شرايح. كنت واقفه جنب كريم وبصه في الارض. بعد شويه ابويا نده عليه وقال له: خليك معاها انا هدفع الحساب، ولما تخلصوا بروحوا، ولو في علاج بهاته لها وانت ماشي، وانا هرجع على الارض اخد جدك ونروح مشوار كده وهنحصلكم. هتلاقوا هناك ام محمد مستنياكم في البيت وعامله لكم الغدا. حاضر يا بابا اللي حضرتك تشوفه. حسيت بيه وهو ماشي انه بيبص عليا، بس عدى من قدامي وما كلمنيش، كاني شفافه، ما قاليش حتى الف سلامه. مش عارفه هو بيعاقبني على ايه،
دخلت للدكتور اللي جبس ايدي، وبعدها خرجت انا وكريم من المستشفى. رحنا الصيدليه اشترينا المسكن اللي الدكتور قال عليه، وبعدها طلعنا على البيت. اول ما قربنا كنا شمين ريحه اكل حلوه قوي طالعه منه. بصيت لكريم وقلت له: يا ترى ام محمد طبخلنا ايه؟ مش عارف، بس ربنا يستر ما تكونش طبخه صينيه بطاطس ورز معمر وبط، علشان انا خلاص معدتي جابت اخرها من الاكل التقيل ده. بس انت جاهل، الاكل ده ناعم يا ابني، اللي زيك مستحيل يكون عارف قيمتها. خلاص يا نهال، ابي كل نصيبي ولا يهمك. ضحكت بصوت عالي، اصل في ناس وجودها جنبك بينسيك اي وجع. وكريم ما كانش بالنسبه لي اخويا الكبير بس، ده صاحبي، واحيانا كمان ابويا. يعني زي ما الظروف تحكم بيكون موجود ومستعد دايما وجاهز علشان يوقف جنبي. المهم من بعد اليوم ده فضلت حبس نفسي في الأوضة لحد ما رجعنا القاهرة، ومن ساعتها وأنا بتجنب أروح البلد، كل مرة بخلع بحجة شكل، لحد اليوم المشؤوم لما صحيت من النوم على صوت كريم وهو بيقول: إمتى ده حصل؟ طب هو فين دلوقتي؟ ابعت لي لوكيشن المستشفى وهكون عندك حالا. قلبي كان بيدق بسرعة، عناية كانت متعلقة بكريم. كريم اللي بصلي لما خلص المكالمة وقال لي: ده السكرتير بتاع بابا، بيقول ان بابا عمل حادثة كبيرة ونقلوه المستشفى. حادثة؟ نهال بالله عليكي مش وقته خالص، البسي بسرعة علشان نلحق ننزله. هزيت راسي وجريت على الأوضة علشان ألبس، وقفت ساعتها قدام الدولاب، كنت حاسة ان جسمي كله بيتنفض. سرحت في ذكرياتنا سوا وما حسيتش بنفسي غير وكريم واقف على باب الأوضة عمال يزعقلي علشان ألبس بسرعة. فتحت الدولاب وشديت أول حاجة عيني جات عليها، معرفش أنا لبست إزاي، بس نزلت مع كريم على عنوان المستشفى اللي السكرتير بعتهوله. ولما وصلنا خدت تاني صدمة في حياتي، خبر وفاته. حسيت باليوتمل تاني مرة، بصيت لكريم وترميت في حضنه وفضلت أعيط. طبطب عليا وقال لي: شدي حيلك يا نهال، أنا هخلص تصريح الدفن يا حبيبتي وانت استنيني هنا. طيب ممكن أدخل أشوفه؟ أبص عليه لآخر مرة علشان خاطر يا كريم. حاضر يا حبيبتي، بس وغلاوة بابا عندك، امسكي نفسك شوية. دخلت الأوضة عليه، شفته وهم مغطينه بملاية بيضة، وشه ما كانش باين. قربت من السرير وقعدت على الطرف، فضلت بصة في الأرض وبعيط. كان نفسي أعاتب وأتكلم معاه، بس للأسف الوقت فات. ما حسيتش بالدنيا غير لما كريم دخل وقال لي انه خلص كل حاجة، ودلوقتي هياخدوه علشان يغسلوه ويكفنوه. كريم اتفق مع السكرتير انه يوصلنا البلد وما يعملوش عزا لحد ما تحقيقات النيابة تخلص ويعرفوا مين السبب في اللي حصل لابونا. البلد، البعبع اللي كان بيطاردني، المرة دي انا مجبرة انزلها عشان ادفن اخر نفس ليا فيها وامشي. جدي اتفاجئ لما وصلنا، كريم ما بلغوش بحاجة من اللي حصل عشان ما يجرالوش حاجة وهو لوحده. نفس رد فعله لما سمع خبر موت أمي وجدتي، قعد على الكرسي وغمض عينيه وفضل يردد: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، هم السابقون ونحن اللاحقون. جريت على اوضتي وقفلتها عليا وفضلت اعيط. خلاص مش هشوف ابويا تاني. صدعت من كتر العياط والجوع، وسمعت خبط ضعيف على الباب، وبعدها اتفتح ودخل منه جدي. قرب مني وفتح دراعه، جريت عليه بضعف وانكسار
وفضلت اعيط وانا بقوله مش هشوفه تاني. هو ليه راح؟ ليه يا جد كل اللي بحبهم بيروحوا؟ ليه مش بياخدونا معاهم؟ اهدي يا حبيبتي، هما في مكان احسن دلوقتي، وبعدين دموعك دي مش هتخليهم مبسوطين ابدا. غصب عني والله، مش قادرة يا جدو، مش قادرة اتخيل يومي من غيره. عارف يا حبيبتي، بس كل ده مش هيعمل له حاجة. قومي اغسلي وشك وتعالي كلي لقمة علشان تصلبي طولك. انتي وكريم ما كلتوش حاجة من الصبح، وادعي لابوك يا بنتي، الواحد بعد موته ما بينفعوش غير دعاء عياله. ماليش نفس والله يا جدو، شوف كريم لو هياكل معاك. ما هو محدش مننا هياكل لو مكلتيش، ما ينفعش تعملي في نفسك كده. لو مش عشان نفسك ينهال، يبقى عشان جدك الغلبان اللي وراه دوا ومخدوش. يرضيك اتعب واروح عندهم انا كمان؟ بعد الشر عنك يا جدو. حاضر، انا هاكل علشان خاطرك. هقول لأم محمد تحضر لنا السفرة قبل ما تمشي. هزيت راسي بالإجابة. بعدها جدي سابني وخرج من الأوضة، وساعتها قعدت على السرير تاني، غمضت عيني وفضلت أقول ربنا يرحمك يا بابا. لكن فجأة سمعت حد بينادي عليا، فتحت عيني وقلت نعم، بس لما بصيت حواليا ما لقيتش حد. فضلت متنحة شوية. الموضوع اتكرر تاني، لكن المرة دي كنت قادرة أحدد الصوت جاي منين. الصوت جاي من جنب الشباك. قمت بسرعة وفتحته علشان أعرف مين اللي بيعمل فيا كده، والصدمة إني ملقتش حد. فضلت مركزة مع الطريق علشان أشوف لو حد استخبى هنا ولا هنا، وخدت بالي إن البيت اللي قدامنا حد دخل فيه وقفل الباب وراه. معقولة؟ معقولة في أطفال في الوقت ده لسه بره البيت؟ يعني ده مقلب؟ لا لا، أكيد مش كده. ما فوتش من تفكيري غير على إيد أم محمد وهي بتقولي السفرة جاهزة وجدك وكريم مستنيين. اتخضيت ولفت لها بفزع، انت ازاي تدخلي كده؟ مش تخبطي؟ ماني خبطت وانت ما ردتيش، وناديت عليكي كتير، اني واقفة هنا من بدري. طيب حصل خير، قولي لهم انا جاية اهو هغسل وشي بس. حاضر يا ست البنات. لما ام محمد خرجت من الاوضة بصيت تاني على البيت، كان في حاجة بتشدني ليه. ايه هي؟ مش عارفة، بس دي أول مرة أشوف حد فيه. قفلت الشباك ورحت الحمام، غسلت إيدي ووشي، وبعد كده دخلت السفرة وقعدت معاهم. فضلت ألعب في الأكل، ما كانش ليا نفسي أكل، وباين إن كريم كمان ما كانش عاوز يأكل بس مضطر عشان جدي. دورت وشي وأكلت لقمتين وقمت بسرعة، دخلت الأوضة وقعدت على السرير. كان نفسي كل اللي أنا فيه ده يطلع كابوس وأصحى منه، بس للأسف ما حصلش. حسيت ان دماغي تقيلة وعناية بتقفل بالتدريج. كنت بقاوم النوم بس هو غلبني. لما فتحت عيني كنت واقفة جنب الشباك، والبيت اللي قدامنا النور بتاعه بيولع وبيطفي، وفي حد واقف في الشباك قدامي مش باين منه ملامح عشان الستارة مفرودة. كان بينادي عليا، نهال نهال. قمت من النوم مخضوضة، بصيت حواليا، الشباك مفتوح مع اني متأكدة اني قافلاه قبل ما انام. ساعتها ناديت على كريم وانا بصرخ بصوت عالي، كريم الحقني يا كريم. في ثواني كريم كان داخل الأوضة ووشه مخطوف. مالك فيه؟ انت كويسة؟ ايه اللي حصل؟ بتصرخي ليه؟ معرفش، انا قبل ما انام كنت قافلة الشباك ده، ولما صحيت لقيته مفتوح. انت متأكدة ولا بتهيألك؟ لا والله متأكدة، زي ما انا شايفاك قدامي دلوقتي.
ده أنا حتى فوت من الكابوس نفسي مقطوع وخايفة. ما تخافيش ما تخافيش، أنا هنا معاكي. أنا مش بحب البلد دي يا كريم، قلبي بيتقبض منها. طب اهدي بس وقوليلي إيه اللي حصل. الأول كنت بسمع أصوات وحد بيناديني، دلوقتي بقيت بشوف البيت اللي قدامنا في حد فيه وبينادي عليا. طب فين المشكلة؟ البيت ده كانوا بيمنعونا زمان نلعب قدامه لما كنا بننزل البلد، وكانوا بيقولوا إنه مهجور. طب ما يمكن حد سكنه جديد يا بنتي. معرفش، بس حتى لو حد سكن فيه جديد هيعرف اسمي. في اللحظة دي جدي دخل، وساعتها كريم بصله وسأله، هو حد سكن في البيت اللي في وشنا ده يا جدو؟ بيت مين؟ هو في غيره قدامنا يا جدي؟ لا محدش ساكن، بس انت بتسأل ليه؟ ايه اللي حصل؟ اصل نهال قطعته وقلت له هحكي لك انا يا جدي. حكيت له على كل حاجة، ساعتها وشه اتقلب وقال لي كريم، تعالى يا كريم عايزك بره ضروري. خرجوا بره الأوضة، الباب كان متوارب وسمعتهم واقفين في الطرقة اللي بين الأوض، وجدي كان بيقول له خدها وامشي من هنا. ما ينفعش طبعا، أولا الوقت متأخر، ثانيا دي كوابيس يا جدي، وانت قلت ان محدش ساكن في البيت أصلا. يا ابني الله يخليك اسمع الكلام وخدها وامشي من هنا. في ايه يا جدي؟ مفيش حاجة يا كريم، انا بس قلقان عليها علشان هي بتقول انها مش بترتاح هنا، اول ما النهار يطلع خدها وامشوا. حاضر يا جدو، ربنا يسهل. اقفل عليها باب الاوضه كمان. في ايه يا جدي، انت مكبر الموضوع كده ليه؟ انا لا مكبر الموضوع ولا نيله، اسمع الكلام لحد الصبح. حاضر حاضر، ما تتعصبش، تعالى اوصلك اوضتك واديك العلاج. اقفل الباب عليها الاول. حاضر يا جدي. بعدها سمعت الباب وهو بيتقفل عليا من بره، قلبي وجعني، حسيت لوهلة ان كريم هو كمان زي جدي وابويا. سندت دماغي على ظهر السرير وغمضت عيني، وافتكرت البيت والشخص اللي شفته داخل من بابه. قمت فتحت الشباك وفضلت مركزة مع البيت، كنت حاسة ان في حد جوه وجدي بيكذب علينا، بس هو هيكذب ليه؟ في اللحظة دي لقيت واحدة طلعت من باب البيت، وقفت ثابتة شوية وبعدها بصت يمين وشمال وشاورت لي. ما كنتش فاهمة حاجة في الأول، بس بدأت تقرب، ست محجبة وملامحها هادية. وقفت قدام سور قصير عند البيت وشاورت لي تاني، كانت بتشاور لي علشان أنزل. حاولت أفهمها بالإشارة أني محبوسة في الأوضة ومش هقدر أنزل، بس الغريب أنها شاورت لي برضو، بس المرة دي كانت عاوزاني أنط. كنت خايفة، بصيت تحت الشباك وبلعت ريقي، سمعتها وهي بتقول تعالي تعالي لو عاوزة تعرفي سبب اللي بيحصل معاك. ما قدرتش أقاوم فضولي، وكده كده الدنيا أمان، يعني لو حصل لي حاجة وصرخت كريم وجدي هيسمعوني ويلحقوني، ده حتى المسافة بين البيتين شارع كام متر. وفعلا نطيت من الشباك، ما فكرتش هرجع الأوضة ازاي، كل اللي كنت عاوزاه وقتها تفسير للأصوات اللي بسمعها، عشان كده نطيت بقلب جامد. بس لما وصلت للسور لقيت الست سبقتني للبيت ومستنياني قدام الباب، ولما وصلت للباب لقيتها دخلت وسبتهولي مفتوح. حسيت ساعتها ان الجو برد شوية، خبطت على الباب مرة واتنين لكن محدش رد. لفيت بظهري وكنت لسه همشي، لكن سمعتها وهي بتقول ادخلي يا نهال. اتجمدت في مكاني، مش عارفة هي عرفت اسمي ازاي، معقولة الناس دي عارفانا؟ كررت كلامها تاني، ادخلي يا نهال، الجو برد ولو فضلتي واقفة برة ممكن تتعبي. دخلت ووقفت جنب الباب، البيت من جوه كان نظيف قوي عكس شكله من برة. هو كان مفروش بحاجات بسيطة، بس كان هادي وغريب في نفس الوقت. سمعت نفس الصوت بيقول اقفلي الباب وراكي وتعالي اول اوضة على ايدك الشمال. بصيت حواليا باستغراب، معقول بيت شبه ده فيه كاميرات مراقبة؟ يمكن، ليه لأ.
ما اللي يشوفه من بره مستحيل يصدق ان في حد عايش فيه. قفلت الباب وسمعت كلامها، بعدها دخلت اول اوضه على ايدي الشمال. وقفت مصدومه مش عارفه اعمل ايه. كانت الست قاعده وقدامها واحد ماسك كتاب وبيقرا فيه. شاورت لي اقعد وبعد شويه وقفته. قفل الكتاب اللي في ايده وركنه على جنب، بعدين بصلي قبل ما يقول لها: مين دي وازاي تسمحي لها تدخل البيت عادي كده؟ دي اللي هتساعدنا، ما تخافش، انا عارفة اهلها من زمان قوي، من قبل ما تتولد. امها جات لي وطلبت مني العون والمدد زمان. طيب خلاص اعملي اللي ريحك، بس الموضوع ده برا عني. ساعتها فهمت انها مبروكة او من الناس اللي عندهم كرامات، فاطمنت شوية. خلصت كلامها معاه وقالت لي: هحكي لك حكايتنا واتمنى منك تساعدينا. اكيد طبعا لو في ايدي حاجه اعملها مش هتردد. انا اسمي هناء وده جوزي عزمي. احنا مقطوعين من شجره وعايشين في البيت ده لوحدنا، عشان كده لا هتلاقي حد خارج ولا داخل الا لو قليل قوي. الناس نسيت اننا عايشين هنا اصلا. معاهم حق، ما احنا محدش بيسمع صوتنا ولا بيعرف عننا حاجة. مش هطول عليك، انا زمان كان عندي مشاكل في الخلفة، قعدت كام سنة كده زي البيت الوقف، لحد ما في يوم عرفت بالصدفة اني حامل. ما كانش ليا حد يسأل عني ولا يهتم بيا، وعزمي كان بيصحى يجري على اكل عيشنا ومش فاضيلي. شهور الحمل عدت عليا سودة وكان فيها كوابيس كتيرة ما كان لهاش نهاية. كنت بحس أوقات إن حملي أستغفر الله العظيم لعنة، بس جيت على نفسي واستحملت. كنت حاسة إني هتجنن، وعزمي لما كنت بشتكيله كان بيسمعني للآخر وبعدها يقوم ويسيبني لوحدي وأنا أقعد أعيط. ما كنتش حاسباها ولا أعرف ميعاد الولادة، وطبعا ما كانش عندنا متابعة حمل والكلام بتاع الأيام دي، فما حسيتش بنفسي غير وأنا بولد. ساعتها فضلت أصرخ وأصرخ. جوزي كان في الشغل وقتها، ودخلت عليا يومها واحدة ست ساعدتني، بس للأسف بعد ما ولدت عيني غفلت من كتر الوجع، ومن قبل حتى ما أمل عيني من خلفتي. لما صحيت على ايد عزمي وهو بيهزني لما رجع وبيسألني عن اللي حصل، حكيت له وانا فرحانة اني ولدت. بص حواليه وسألني عن المولود، فقلت له انه مع الست اللي ساعدتني اولد. بس الصدمة جت لما قلبنا عليها المكان كله وما لقيناهاش. ما كنتش عارفة مين اللي عندها جبروت تخطف عيل صغير لسه مولود من امه. وقتها انا ما كنتش عارفة هو ولد ولا بنت. ومن اليوم ده حياتي اتقلبت جحيم. عزمي كان هيطلقني، بس لما شديت حيلي شوية رحت لواحد من المبروكين وحكيت له قصتي، وطلبت منه يفتح لي المندل ويعرف لي لو اللي ولدته عايش ولا لأ، ويقول لي إذا كان واد ولا بنت. خد كل اللي حيلتنا، بس عرفت بعدها إني جبت ولد، وإن اللي خطفته من بيتي قبل ما أشوفه وأشم ريحته بعته الواحدة مش بتخلف. لكن للأسف معرفش يوصل لمكان الولد، بس اداني علامات قال انها مميزة فيه واني هعرفه منها. هو طمني انه هيرجع، بس عدت سنين كتيرة وهو مرجعش، وقلبي متوغوش عليه ليكون صابه حاجة. تعبت وخايفة العمر ما يكونش فيه وقت للقى. طيب انا اقدر اعملك ايه واساعدك ازاي؟ مش عارفة، بس ساعديني أوصله، دوري عليه واحكي له الحقيقة أو هاتيه وأنا هحكيها له. وده إيه علاقته باللي بيحصل لي؟ إزاي قلتي من شوية وأنت قدام البيت تعالي لو عاوزة تعرفي اللي بيحصل معاكي؟ كنت بتكدبي علي علشان تجيبيني وأساعدك؟ لا خالص، اللي أنت فيه ده لعنة، وهساعدك تكسريها لو رجعتيلي ابني. لعنة؟ إزاي وليه؟ هتفهمي لما تساعديني. طب وهساعدك ازاي؟
انا معرفش حاجة عن ابنك ولا عنك انت كمان. ابني اشول وعنده وحمة كبيرة في ظهره. حسيت انها ست مجنونة، هو انا هعرف الوحمة اللي في ظهره دي منين؟ قررت اخلع منها، فقلت لها ماشي تمام، اوعدك اني هساعدك على قد ما اقدر. قمت من مكاني واستأذنت منها علشان امشي. خرجت من البيت وانا قلقانه، كنت خايفه النهار يكون طلع وحاسه اني مش موجوده، بس اتصدمت لما لقيت الدنيا لسه ليل. حسيت ان قلبي بيدق بسرعه، جريت علشان اوصل للبيت، لكن وانا في نص المسافه وقفت. الدنيا كانت بتلف بيا، دماغي هتنفجر من الصداع. سمع اصوات كتيره مش عارفه جايه منين، صوت بينادي عليا وحد تاني بيصرخ وغيره بيعيط. غصب عني وقعت على الأرض ودماغي اتخبطت في حجر من اللي موجودين على الطريق. حاولت اتحرك واقوم علشان اوصل للبيت بس ما قدرتش. ناديت بصوت ضعيف على كريم بس صوتي ما كانش طالع ومستحيل يسمعه، عشان كده غمضت عيني بضعف واستسلمت للضلمة اللي كانت محوطاني وغرقت فيها وانا فاكر انها النهاية. لما فتحت عيني لقيت نفسي في الأوضة، ما كنتش عارفة ده حصل ازاي. معقولة؟ معقولة كل اللي عديت بيه ده كان مجرد كابوس وانا ما اتحركتش من مكاني؟ في اللحظة دي باب الأوضة اتفتح، بصيت بخوف وحاولت ابان عادية. جدي وكريم دخلوا الأوضة وساعتها جدي بصله وقال له الحمد لله انها بخير، لما المحلول اللي في ايدها يخلص يا ابني خد اختك وامشي وما ترجعش بيها هنا تاني، انا هبقى جيلكو من وقت للتاني واقعد معاكو كام يوم. حاضر يا جدي، تنور طبعا. بما انها فاقت فخليك جنبها، احنا مش حمل مصايب. حاضر يا جدي، طول ما انا موجود مش عاوزك تقلق خالص. ربنا يبارك لي فيك انت واختك يا ابني. ويبارك لنا فيك يا جدي. خرج من الأوضة وكريم فتح الشباك ووقف جنبه. أنا ما كنتش حاسة بالكانيولا وما خدتش بالي منها إلا لما اتكلموا عليها. بصيت لكريم اللي كان باصص من الشباك وسرحان وقلت له كريم، هو إيه اللي حصل لي علشان أركب محلول؟ المفروض أنت اللي تجاوبي على السؤال ده يا نهال مش أنا. أنا مش فاكرة حاجة ولا عارفة إزاي ده حصل. الفجر جدي دخل يطمن عليكي بس ما لقيتيش في الأوضة. استغرب ونادى عليا وسألني لو كنت فتحتلك الباب، بس أنا قلت له لأ. ساعتها قرب من الشباك وزقه بالعكاز بتاعه واكتشفنا إنه مش مقفول، ده كان مردود بس، ففهمنا إنك هربتي ونطتي منه. خرجنا عشان ندور عليكي لقيناكي واقعة في نص الطريق. دخلناكي البيت واتصلنا على الدكتور بتاع جدي اللي بعد ما جه وكشف عليكي قال إن ضغطك واطي بس وهتبقي كويسة لو علقتي المحاليل دي. فجبتله المحاليل وهو علقهم لك ومشي. محدش فينا يعرف انت كنت جايه منين او رايحه فين. فرجت ايديا ببعضها، ما كنتش عارفه اقوله الحقيقه ولا اخبي عليه اللي حصل، اصل كلامه ده معناه ان اللي حصل ما كانش كابوس. بلعت ريقي بتوتر وقلت له بص يا كريم، احنا اخوات بس انت دايما معودني انك صاحبي ومش بخبي عنك حاجه. انت كده قلقتيني اكتر، قوليلي في ايه؟ اوعدني الاول انك مش هتقول حاجه لجده. حاضر مش هقول، بس انجزي. البيت اللي في وشنا ده لما سالت جده عليه مش قال قدامك ان محدش ساكن فيه؟ ايوه، ماله بقى؟ انا شفت الراجل والست اللي ساكنين فيه، هي حكيت لي حكايتها وقالت لي كل اللي حصل معاها وطلبت مني اساعدها. وانت ايه علاقتك بيها اصلا؟ وازاي تروح البيت ده لوحدك بالليل؟ محدش فيكوا حاسس باللي انا فيه،
أنا كل ما بغمض عيني بسمعهم، بسمع أصوات بتصرخ أو بتعيط، وساعات كتير بسمع أصوات بتنادي عليا. طب وإيه علاقة اللي بيحصل لك بيها؟ قالت لي إن كل اللي بيحصل لي ده لعنة، وهي هتساعدني أفكها لو ساعدتها ورجعت لها ابنها. طب احكي لي كل حاجة بالراحة، يمكن أقدر أساعدك ونخلص. يعني أنت مصدقني؟ هو أنا قدامي غير كده؟ احكي وخلصي. حاضر. بص، الموضوع كله إن حكيت له كل اللي حصل، ولما خلصت لقيته بصلي باستغراب وقال لي: ماشي، بس انت متخيلة في كام بني ادم اشول وعنده وحمة في ظهره؟ لازم علامة مميزة تكون واضحة يا نهال، احنا مش هندور بالبركة. طيب لما يخلص المحلول ده هروح لها واسألها. لا ما تروحيش لوحدك، احنا مش عارفين الست دي نيتها ايه ناحيتك. انا هاجي معاك، بس نخلع من ورا جده عشان لو عرف هيعقد لنا الدنيا. تمام، تعال شل المحلول ده. يا ست اصبري لما يخلص، انت مستعجلة ليه؟ ماشي خلاص يا كريم، صبر اهو. كنت قاعدة مستنية المحلول يخلص بأي طريقة. لما شال السن بتاعه من ايدي نسيت تعبي كله ونطيت من على السرير وقلت له: يلا بينا يا كريم. يلا يا عشان نخلص من الحوار ده علشان ارتاح بقى من زنك. ماشي يا سيدي، شكرا. طلع هو الأول علشان يشوف جدي بيعمل ايه ويأمن لنا الطريق، وأخيرا خرجنا من غير ما جده يحس. مشينا ناحية البيت، بس كريم وقفني ومسك ايدي وقال لي: نهال، هو انت متأكدة ان البيت ده في حد عايش جواه؟ اه يا ابني متأكدة، بقولك قعدت واتكلمت معاه. طب خلاص يلا بينا. وقفت قدام الباب وتلفت يمين وشمال عشان اشوف لو في حد باصص علينا ولا حاجة. خبطت كذا مرة بس محدش رد، الباب كان متوارب. بصيت لكريم اللي كان بيقولي: يلا نمشي، واضح ان محدش هنا. بس ما سمعتش كلامه، زقت الباب وقلت له وانا بدخل: خليك انت هنا وانا هدخل اشوفها وهناديك لو في حاجة، ما تقلقش. اصبري، انت رايحة فين كده؟ رجلي على رجلك مش هتتحركي من غيري، وبعدين ازاي هتدخلي بيت ناس من غير ما تستأذني؟ يا ابني افهم، المرة اللي فاتت برضو هي اللي قالت لي ادخل وكانت سايبة الباب متوارب. انا مش هعرف اخد معاكي حق ولا باطل، ادخلي قدامي وخلصيني. ماشي تعالى. دخلنا البيت، كل حاجة كانت في مكانها زي ما شفتها الليلة اللي فاتت، مفيش حاجة اتغيرت ولا اتنقلت. دخلت الأوضة اللي على ايدي الشمال، لكن المكان كان ضلمة. ناديت عليها مرة واتنين، ما كانش فيه رد. بس فجأة صوت كريم اختفى من جنبي، ولما لفيت علشان اشوفه راح فين لقيت عزمي واقف ورايا. اتخضيت ورجعت كام خطوة لورا وقلت له: انت هنا من امتى وفين كريم؟ هناء خدته. هناء مين اللي خدته؟ كريم ده اخويا، مش الولد اللي اتسرق منها زمان. هناء خدته. هو انت علقت؟ فين هناء دي كمان؟ الست دي مجنونة ولا ايه؟ شاور بايده على الدور اللي فوق، فبصيت حواليا علشان ادور على السلم، واول ما لقيته طلعت جري على فوق. لقيت صالة كبيرة ما فيهاش حاجة غير دايرة مرسومة على الأرض، وكام شمعة مطفيين وديك أسود مدبوح في نفس الدايرة. اتخضيت وساعتها رجعت خطوة لورا، بس فجأة خبطت في حاجة. لفيت وشي علشان أشوف فيه إيه، اتصدمت، ما كنتش قادر أتحرك من مكاني، وده لما لقيتها واقفة ورايا. شكلها كان غريب. وشها كله مليان دم، بلعت ريقي بخوف، الكلام كان بيطلع مني بالعافية. بس اتشجعت وقلت لها: كريم فين؟ ده يبقى أخويا، مش ابنك اللي بتدوري عليه؟ هو كان جاي معايا بس علشان نسألك على أي علامة تانية نعرف بيها ابنك. بصت لي بصة مرعبة، عينيها فجأة بقت فاضية
وسمعت صوت مخيف طالع منها وكان بيقول: امشي وما تبصيش وراك، اهربي اهربي وما ترجعيش، وإلا مصيرك هيبقى نفس مصيري. ما اهتمتش بكلامها وفضلت أنادي على كريم بصوت عالي، لكن فجأة لقيت عزمي بيشدني، نزلني على السلالم وطلعني من البيت ورماني قدامه وقفل الباب في وشي. قمت تاني وفضلت أخبط على الباب بس محدش رد. جريت على بيت جدي اللي أول ما شافني وقف وقال لي: مالك يا نهال، وشك مخطوف كده ليه؟ انت كنت فين كده؟ مش وقته يا جدو، الحق كريم. ماله كريم، في ايه؟ اتكلمي. البيت اللي في وشنا، دخلنا البيت وهو ما طلعش، انا كنت خايفة منك فخبيت عليك. اللي قبل ما اكمل كلامي كان مسك عكازه وخرج بسرعة. انا وام محمد طلعنا نجري وراه، وقف قدام الباب وفضل يخبط بالعكاز بتاعه. ام محمد طلعت تجري تنادي على حد يكسر باب البيت ده علشان نلحق كريم. جدي بصلي بغيظ وقال لي: ايه اللي هببكوا ودخلكوا هنا؟ هو انت ما بتحرميش؟ هو احنا مش هنخلص يا جدو؟ انا اسكتي، مش عاوز اسمع نفسك. كل اللي حصل وبيحصل من تحت راسك. يوم ما دخلت هنا ورا الكورة وحياتنا كلها اتقلبت. فضلت واقفة مكاني ساكتة، قلبي كان بيدق بسرعة وانا بدعي ربنا يحفظ كريم وما يسيبوش اي حاجة وحشة. ام محمد رجعت ومعها كم راجل وكسروا باب البيت ودخلنا. ساعتها شفت ابشع منظر شفته في حياتي. كريم كان مرمي على الارض في نص الصالة وسايح في دمه. الرجالة جريوا عليه وشالوه وطلعوا بيه على المستشفى، وكانت كسرة كبيرة قوي ليا لما سمعت الدكتور وهو بيقول: البقاء لله، شدوا حيلكم. من بعدها وجدي حبسني هنا، هو عارف اني مش مجنونة واني ما قتلتش كريم ولا ابويا ولا امي ولا جدتي، كلهم ماتوا في ظروف غامضه، بس هو مشايلني الليله من اليوم اللي دخلت فيه بيت الجيران وجبت كرتي. كان في ناس شايفه اني ملبوسه وناس تانية شايفه ان اللي حصل لي ده لعنه، بس في كل الحالات جدي كان فاكر اني مع الوقت لما اكبر هخف، وجابني هنا لما اتاكد ان مفيش علاج لحالتي. رماني هنا ما بين اربع حيطان. عارفة ايه اللي مواسيني شوية؟ ايه يا نهال؟ كريم اخويا وماما. نعم، مش انتي بتقولي انهم ماتوا؟ لا، هما هنا قاعدين معانا وبيراقبوك. بصيت جنبي وقلت لها: قاعدين معانا فين؟ في الاوضة هنا، في الركن اللي هناك ده. بصيت للمكان اللي كانت بتشاور عليه وغمضت عيني ومسحت على وشي وقررت اسيبها وامشي، بس هي مسكت في ايدي وقالت لي: ما تبقيش تنسيني، تعالي على طول، احنا حبيناكي قوي. هزيت راسي وسبتها وخرجت وانا مش قادر اخد نفسي. كنت حاسه اني خارجه من سباق جري. مسحت دموعي اللي خانتني ودعت لها بالشفا هي وكل اللي زيها. الدكتور قال لي قبل ما ادخل عليها انها بتعاني من مرض نفسي خطير، خلاها تولع في اهلها وهم نايمين، يا دوب الجيران لحقوها بالعافيه. اما بقيت اهلها فكلهم ماتوا.
واتحولت للمستشفى هنا لما شكوا في قواها العقلية. طول الطريق وانا مروحة للبيت كنت بحمد ربنا على نعمة العقل. احنا في حياتنا نعم كتير قوي مش حاسين بيها ربنا بيدمها علينا. طبعا انتوا عايزين تعرفوا انا مين. انا يسر المحمدي، صحفية في جريدة من الجرايد المشهورة. قررت اعمل تقارير عن الحالات الموجودة هنا في المستشفى، بس مش اي حالة والسلام، لا انا كنت منقية الحالات شديدة الخطورة، ونهال كانت من ضمن الحالات دي، او تقدروا تقولوا نهال كانت اول الحالات دي. بس في حالات تانية اصعب منها بكتير، اكيد هرجع واحكيلكوا عنها قريب. اما دلوقتي فانا لازم اقعد اكتب التقرير بتاعي. سلام عليكم. ولحد هنا وتنتهي الحكاية، وإلى اللقاء في تقرير جديد من تقارير الصحفية يسر المحمدي، يعني على حسب. وبشكر ليزا زغلول على كتابتها للحلقة، وبشكر شادي إسماعيل على الإعداد الإذاعي، وشكر خاص جدا لصديقي العزيز واللي عمل المونتاج والمؤثرات الصوتية محمد حسام. وبشكركم طبعا علشان وصلتوا لحد هنا. اعملوا لايك للحلقة وكومنت عرفوني انكم وصلتوا لحد هنا. ولو بتسمعني ومش مشترك اتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الحلقات الجديدة في وقتها. واخيرا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، ويا رب يكون شهر خير عليكم جميعا يا رب. ونتقابل في الحلقة الجاية ان شاء الله، وتصبحوا على خير وسعادة.